الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن الصلاة على الميت أيها الإخوة والأخوات من الفرائض الكفائية التي على المسلم لأخيه، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وتتأكد في حق الجار والقريب والصديق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. والقراط في الجنة يعني قيل أنه كجبل أحد، وقيل أنه كجبلي أحد، وقيل أنه أكثر من ذلك، فحسابات أهل الجنة تختلف عن مساحات أهل الدنيا. وفي هذا الدرس نتحدث بفضل الله عن صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت، وفيه نتناول صفة الصلاة على الجنائز والأسئلة المشهورة في هذا الأمر. أولا، صفة صلاة الجنازة. كما قلنا أن صلاة الجنازة هي نوع من أنواع الصلاة، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة عموما من وجوب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والتوجه ناحية القبلة، والنية. فمسألة النية مهمة جدا، فباتفاق المذاهب الأربعة لا تصح صلاة الجنازة بغير النية. ولكن الاختلاف بين صلاة الجنازة والصلاة عموما في وقوف الإمام من الميت وفي عدد التكبيرات. أما وقوف الإمام من الميت فيشترط أن يكون الميت بين يدي الإمام، وتبطل صلاة من تقدم عليه. أي شخص يتقدم على الميت في صلاة الجنازة تبطل صلاة هذا الشخص. لابد أن يكون أو يشترط أن يكون الميت بين يدي الإمام، ويقف الإمام عند رأس الرجل، يعني يقف أمام رأس الرجل أو عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، وهذا هو مذهب الجمهور. وأما التكبيرات فيكبر لصلاة الجنازة 4 تكبيرات، وذلك للحديث المتفق عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهو يعني أشهر حديث في صفة الصلاة على الجنائز. فيبدأ الإمام ومن بعده المأمومين بالتكبيرة الأولى، ويقرأ فيها الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر هذه الصيغة. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، ثم يسلم. يبدأ الإمام بالتسليم ويسلم من بعده. التسليم من صلاة الجنازة يختلف عن التسليم في الصلاة عموما، فالجمهور على أن التسليم من صلاة الجنازة يكون تسليمة واحدة، لكن عند الأحناف يكون تسليمتين، مثله مثل باقي الصلوات، وتكون الأولى فرض والثانية سنة. وأما الأسئلة المشهورة في صفة صلاة الجنازة وهي 8 أسئلة حسب ما توصل إليها المتحدث. أولها: ماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات على الجنازة، يعني دخل وجدهم في التكبيرة الثانية أو في التكبيرة الثالثة. جمهور العلماء والفقهاء على أنه يقضيها، ولو حتى يقضيها تكبير فقط، يعني لو وجد أن يعني الناس أوشكت على الانصراف وحدث الاختلاط فيقضيها تكبيرات فقط. والسؤال الثاني: هل تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وعلى ما يبدو للمؤلف بعد قراءة هذا الاختلاف أنه الأفضل أن يصليها صلاة الغائب، وذلك على غير القبور طبعا. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول: يصلي الولي على القبر إن لم يدفن، يعني الولي هو أقرب الناس لهذا الميت، كالأب أو الأم أو الأخ أو حتى ولي الأمر. أبو حنيفة يرى أنه يجوز له أن يصلي على القبر. سبب هذا الخلاف هي مسألة كراهية أو حرمة الصلاة على القبور. أما السؤال الثالث وهو:
من الذي يصلى عليهم؟ يعني باختصار شديد يصلى على من يجوز عليهم الصلاة أو يجوز عليهم الغسل أولا، والشهيد في سبيل الله. أجمل النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على هذا السؤال وقال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك أهل الكبائر والبدع. إلا أن مالكا رحمه الله كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع. وكما قلنا الإمام الشافعي والإمام أحمد يرى عدم الصلاة على من قتل في المعصية كالسارق وكالفئة الباغية على المسلمين. والجميع يتفق على أن المسلم إذا قتل في معترك الكفار فإنه يعني لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء يعني من هذا الصنف، في حديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من رجل يعني يقيم بين ظهراني الكفار في معترك الكفار لا يطراء نارهما، يعني إذا هذا أشعل نار وهذا أشعل نار لا يعرف أيهما نار المؤمن من نار الكافر، طالما هو جلس معهم وكان في صفوفهم وقتل معهم الجمهور على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن مسألة أهل الكبائر والبدع والمقتول في الظلم هي يعني تختلف عن مسألة هذا الاستثناء. فالسؤال الرابع هو: هل يصلى على السقط؟ السقط هو الجنين الذي يعني سقط من بطن أمه من قبل الولادة. قال الإمام مالك والشافعي: لا يصلى عليه ما لم يستهل صارخا، يعني ما دام نزل ميتا لا يصلى عليه، لأنه يعني يرون أنه لم تنفخ فيه الروح ولا يعد أنه يعني من الأحياء. ولكن قال أبو حنيفة: يصلى عليه ما دام نفخ فيه الروح، أي من 4 أشهر فصاعدا يصلى عليه. إذا كانت أعراف الناس في بلدة ما عرفا حنفيا يصلى عليه بقول الإمام أبو حنيفة، وإن كانت أعراف الناس مالكية أو شافعية وعادة الناس أنه لا يصلى عليه، لا يصلى عليه ما دام لم يستهل صارخا، ولا يقوم أحد بمحاولة تمايز عن أهل بلدته وأعرافه الإسلامية ما لم يكن مجتهدا. لكن ما دام طالب علم أو مقلد فأولى التقليد هو أن يقلد مذهب أهل البلدة لكي لا يخالف أعراف الناس، وهذا له يعني فوائد كثيرة جدا ليس هذا موضوعها. السؤال الخامس وهو: فمن أولى بالصلاة على الجنائز والإمامة فيها؟ هل أولى الناس بالصلاة على الجنازة هو الوالي، والوالي إن حضر وكان صالحا، لكن لا يتفرغ الولاة للصلاة على الناس، والوالي الفاسد يعني يكره أن يصلي جنازة بالصالحين. فإن لم يكن الوالي فأفاضل الناس دينا وعلما. أما السؤال السادس وهو: هل يصلى على بعض الجسد؟ يعني على سبيل المثال الحسين عليه السلام قتل وقطعت رأسه وأرسلت إلى مصر وجسده كان مثلا في كربلاء أو في غيره من الأماكن، أو إنسان حدث في انفجار وفنيت بعض أشلائه وبقيت البعض، فهل يصلى على بعض هذا البعض الموجود أم لا؟ الجمهور على أنه يصلى على أكثره، يعني إن غاب منه ذراع أو ذراعين وبقي باقي الجسد وكان أكثر الجسد موجود يصلى عليه، أما بعضه كالرأس فقط أو أجزاء منه فلا. ولكن ليس هذا قولا واحدا، يعني هناك كثير من العلماء تحت المذاهب تفردوا بأقوال بأنه يصلى حتى ولو على بعض الجسد ما لم يكن الجسد حاضرا أو غير موجود أو غير معلوم، لكن إن كان موجودا يعني مثلا كالحسين جسده في كربلاء ورأسه في مصر يصلى على الجسد، ولكن إن لم يعلم الجسد خالص ويوجد بعض هذا الجسم هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ في انفرادات بعض العلماء يقولون يصلى على البعض أيضا، وفي الأمر سعة حفظنا الله وإياكم. السؤال السابع: هل تجوز الصلاة
خارج المسجد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، إذا كان في الأمر سعة فلماذا نذكر السؤال أصلا؟ يعني ربما يتساءل البعض هذا السؤال. أقول لكم يا أخوة الكرام، إن العلم بالشيء يمنع الاختلاف ويمنع الخلاف. فإذا علمت أن في الأمر سعة، هناك من لا يعلم، هناك من يرى قول الجمهور ويتعصب له، وإذا رأى ناسا يصلون على بعض الجسد سيشعلون فتنة. فلابد من العلم بأن ما فيه سعة يجب الإنسان أن يتوسع فيه، فهذا من باب العلم ليقل الخلاف. السؤال السابع، هل تجوز الصلاة خارج المسجد أي على الجنازة؟ نعم، تجوز الصلاة داخل المسجد وخارج المسجد في أي مكان، فشأن صلاة الجنازة شأن غيرها من الصلوات. السؤال الثامن والأخير، وهو هل من وقت معين لا تصلى فيه الجنازة؟ يعني هل لصلاة الجنازة أوقات مكروهة؟ عند الإمام الشافعي تصلى صلاة الجنازة في أي وقت كان، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات محدودة إنما هو نهي على غير صلاة الجنازة، هذا قول الإمام الشافعي. فهو ليس هناك وقت مكروه في أداء صلاة الجنازة، وفي أي وقت كانت تصلى. وقال غيره أي الجمهور، بل تدخل الجنازة في النهي، فهي شأنها كغيرها من الصلوات ولا تختلف عن باقي الصلوات إلا في صفة الصلاة. والأوقات المكروهة هي بعد الصبح حتى الشروق، وعند الزوال، وعند الغروب. أما بعد العصر، بعد العصر هذا كنت تكلمت عنه في أوقات الصلاة، وقلت أن وقت العصر له وقت بداية ووقت نهاية، ووقت نهايته عندما تصفر الشمس وتشرف أو تشرف على المغيب، فهذا هو وقت العصر. فرأيي الشخصي كذلك ينطبق على صلاة الجنازة، أن صلاة الجنازة ما دامت داخل وقت العصر ولم تصفر الشمس ولم تشرف على المغيب، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلى صلاة الجنازة، لأنها لم تدخل بعد في الأوقات المنهي عنها، هذا إن قلنا على قول الجمهور. لكن قول الشافعي، وهذه ميزة التنوع في الآراء، قول الشافعي هذا يصلح في أمور يعني استثنائية، أمور ضيقة لابد أن الإنسان يتوسع. يقول نعم، هو الجمهور يقول هناك أوقات مكروهة، لكن إذا كان هناك ظرف طارئ ولابد أن الإنسان يكون فقيه بالواقع ويأخذ بقول الشافعي، ليس إنسانا عاديا هو الشافعي، فقوله هذا يعني لابد أن له أدلة قوية جدا، وهو في حقه كذلك. فالإنسان يتوسع، نحن نتناول المسائل الفقهية بشكل مقارن لنتوسع في الفقه ولنتعبد إلى الله عز وجل بأي صورة وأي حال كان. أيضا هنا تذكرت مسألة يعني أنا شخصيا غلطت فيها وأجبت فيها بقول الجمهور، ظن مني بأنه لا يوجد فيها غير هذا القول، وهي مسألة صلاة العيد في المسجد في البيت، هل يجوز صلاة العيد في البيت؟ هل الجمهور عندهم لا تصلى العيد في البيت؟ لكن الإمام الشافعي يرى أن صلاة العيد تجوز في البيت، وأن يقوم الرجل بإحضار أهله ويصلي بهم صلاة العيد كما تصلى في المسجد. هذا القول قوي جدا، أيضا ليس بقول ضعيف ولا شاذ، هذا القول والله أصلح ما يكون في زمن الوباء الذي نحن فيه، وهو وباء الكورونا. الناس لم تصلي الأعياد لا في المسجد ولا في المنازل، ولما سألوا الجهلاء مثلي قالوا لهم الجمهور يقول بعدم جواز الأمر، لكن ثمرت الفقه المقارن بأنه يجعلنا نجد مخرجا لكل ما فيه حرج. وقال الشافعي بجواز صلاة العيد في البيت أيضا. وهناك مسألة لازلت أبحث فيها، وهي هل هناك قول ما بجواز صلاة الجمعة في البيت إن حدث وأغلقت المساجد مرة أخرى؟ هذا ما أبحث فيه والله المستعان. أما آداب حمل الجنازة، فيسن أن يكون الماشي أمام الجنازة، يعني يكون الماشي يمشي أمام الجنازة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، ولا يكره خلفها، لأنه ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى خلف الجنازة. ويسن أن يكون الراكب خلف الجنازة الذي يركب سيارة
أو دابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يسير حيث شاء منها. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأمور: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يسير حيث شاء منها. ويكره أن يكون أمامها، يكره للراكب أن يكون أمامها، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى أناسا ركبانا، فقال: ألا تستحون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. يعني ألا تستحون أن تسيروا أمام الجنازة بهذه الهيئة؟ وقالوا أن القرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، كالقرب من الإمام في الصلاة. طبعا الاستثناء إلا إذا كان هناك مرض ما فيفضل الابتعاد أو التباعد. أيضا من الآداب: يكره القيام للجنازة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام تعظيما لجنازة ثم نسخ هذا الفعل، وروى هذا النسخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول في شأن الجنازة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، قام لجنازة ثم قعد ولم يقوم. أيضا من آداب الجنازة: يكره رفع الصوت والصياح مع الجنازة وعند رفعها ولو بالذكر والقرآن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وعن قيس بن عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة تعظيما ووقارا لهذا الموقف. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، أعطيكم التقويم، وهي بعض الأسئلة التي يقوم بخلالها الإنسان حساب مقدار استيعابه من هذا الدرس. أولا، وإن أجبتم عليها كاملة فيعني أبشر. أولا: ما حكم النية في صلاة الجنازة؟ هل هي واجبة أم غير واجبة؟ ثانيا: ما مكان الجنازة وحكم الصلاة قدامها؟ مكان الإمام، أقصد ما هو مكان الإمام من الجنازة سواء كان رجل أو امرأة. السؤال الثالث: ما صفة التكبيرات في صلاة الجنازة؟ 4 تكبيرات، كل تكبيرة فيها أمر ما هو. ماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات على الجنازة؟ إنسان دخل وفاتته بعض التكبيرات، ماذا يفعل؟ هل يجوز أيضا أن يقضيها تكبيرات فقط؟ السؤال الخامس: هل تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة؟ وهنا قلنا أن الجمهور على كراهية ذلك، وأبو حنيفة قال يجوز للولي. السؤال السادس: من الذين يصلى عليهم؟ صلوا على من قال لا إله إلا الله. هل يصلى على السقط؟ اذكر قول الجمهور وقول الإمام أبو حنيفة. السؤال الثامن: فمن أولى بالصلاة على الجنازة والإمامة فيها؟ السؤال التاسع: هل يصلى على بعض الجسد؟ وهل في الأمر سعة؟ السؤال العاشر: هل تجوز الصلاة خارج المسجد، أي صلاة الجنازة؟ السؤال الحادي عشر: هل من وقت لا تصلى فيه الجنازة؟ والسؤال الأخير: اذكر لنا آداب حمل الجنازة والسير فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.